برغم هذا الازدحام وبرغم تهديدات الإسمنت وبرغم هذه الأشغال هنا، إلا أن شارع 28 أو ما يعرف بسوق بيع الزهور والنباتات في مدينة نيويورك مستمر في نشاطها. الباعة مستمرون في بيع هذه الزهور والنباتات على اختلافها، طالما أن ثمة من يعشق الزهور والألوان والعطور في مدينة كبرى اسمها نيويورك. محل آخر لبيع الزهور تم هدمه هنا في شارع سوق الزهور بنيويورك، ويجري استبداله بعمارة شاهقة على الأرجح ستكون فندقا، والمشهد يتكرر منذ عقود. سوق الزهور أو الشارع 28 في منهاتن يعد إرثا تاريخيا بالنسبة لمدينة نيويورك، تأسس في سنوات 1800 ميلادية، تعاقبت عليه أجيال وما زال إلى اليوم أفضل عنوان لاقتناء الزهور والنباتات بالجملة أو التجزئة. ولأن نيويورك مدينة سياحية بامتياز، فلا عجب أن يتنوع الزوار والزبائن في المكان. الورود تجلب الفرح، أحب ما أقوم به. كل يوم أهدي وروداً وأرى بسمة في المقابل، حتى في وقت الحزن، عند الوفاة، الورود هي تعبير عن المواساة. أتحدث عن تجربة شخصية. اختيار الألوان والأشكال والروائح يختلف باختلاف الأشخاص والمناسبات. يستقبلنا رولاند في محله الذي يحاذي فندقا حديث الإنشاء، ويختار أن يتحدث بلغة الزهور والألوان، وهو الذي يصر بأنه من بورتوريكو ونيويورك في آن معا، فيختصر الكلمة قائلا: أنا نيويوركي. إذا أردت الحديث عن الألوان ستذهل من نوع اللون الأزرق مثلا، ولن تكتشف ذلك إلا عبر الزهور. المئات من تفرعات اللون الأزرق، ونفس الشيء بالنسبة للأصفر والأحمر وباقي الألوان. أما ما تعنيه الألوان فهي أمر شخصي، وكل واحد يفسر اللون حسب ما يشعر به، عكس تصنيفات البعض وقراءاتهم للألوان بشكل قار وثابت. جادلني رولاند بشأن ما يشاع لدى البعض بأن الأمريكيين لا يهتمون بالزهور بنفس اهتمام الأوروبيين بها. هذا أمر غير صحيح تماما، والأمر ينطبق على كل أمريكا. وإذا تحدثت عن نيويورك فإنني سأقول لك أننا أفضل من الهولنديين في شراء الورد. يجب أن تفهمني، أنا أتحدث عن شراء الورد وليس إنتاج الورود وتصديره. تجارة الورد لوحدها بالعالم تقدر ب 55 مليار دولار، وهناك أرقام أخرى يمكن إضافتها تتعلق بتجارة نباتات وأشجار الزينة وغيرها. وما هذا المشهد في نيويورك إلا جزءا من هذه التجارة الجميلة، ولكن مع ذلك فإن الكثيرين في نيويورك انتقلوا إلى نشاطات أخرى، خصوصا الفندق التي تدر أموالا أكثر. خالد بن طويلة لليوم على الحرة من نيويورك.